عليكم خوتي اخواتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه، ونتمنى هذه الوصفه تلقاكم في احسن حال ان شاء الله. جيتكم بوصفه ديال الكاطو وشوكولا بواحد لا فاسون يعني متغيره. هنايا كما راكم تشوفوا عندي كاس حليب، كاس اللي بغى كما قلت لكم اللي بغى السكر بزاف يعمر الكاس، اللي ما يبغيش يدير نص. انا درت هكا فوالا، ما عمرتوش حتى الفم. هنايا عندي كاس ما، وهنايا عندي شوكولا اون بودغ الحلوه، اللي عنده المره يديرها، واللي انا ما عنديش المره درت هذه الحلوه. فوالا عندنا خماره لافاني، وربعه ديال البيضات، اللي عنده كبار يدير ثلاثه، واللي عنده صغار يدير كما يقولوا اربعه. هنا بهذا الكاس عبرت لافارين، درت جوج كيسان، ها هما درتهم هنايا جوج كيسان ديال الفرينه. هنايا غادي نبداو، غادي نكبوا الحليب ديالنا في كاسرونه. بسم الله، نديرو السكر، نديرو الكاس ديال الماء، وهنايا الشوكولا اون بودغ، وغادي نخلطو كلشي الخليط ديالنا. كما قلت لكم نخلطو الخليط ديالنا مزيان مزيان، وغادي نديروه على النار حتى يغلى، ومن بعد نرجع لكم. البنات بعد ما خليتها غلات فوق النار، خليوها حتى تبرد مزيان مزيان. كي تبرد وغادي نزيدوا عليها المقادير الاخرى. هنا البنات بعد ما راه يبرد لنا الخليط ديالنا، هنا غادي نجيو نهرسوا هاد البيضات هادو. مع لافاني، وغادي نخلطوهم مزيان مزيان. البنات نقصت واحد الكاس كيما هكا من الخليط هذا، غادي نخليه دو كوتي باش من تبلي الكيكه نسقيها به. هنا البنات غادي نخلط داك البيض اللي درتو، نخلطه مزيان مزيان. وهنا نجي وندير الفرينه ديالي. ندير الخمارة اللي بقات لي، كاش يبان لكم هنا. يا البنات غادي ندير الكاطو، اختاريت هذا المول هذا، غادي نديرو فيه فوالا. المهم هنا غادي نديرو في الفران على درجه 180 حتى يطيب الكعك، كندخل فيه الموس وشفتو نشف من الداخل نحيدو فوالا، نولي لكم من بعد. الكيكه ديالنا طابت كما راكو تشوفوا، نخليها تبرد مزيان مزيان ومن بعد نرجع لكم. البنات الكيك ديالنا ها هو طاب، سقيتو شويه ديال الحليب، وهنايا غادي جبت هاد لاكريم اللي كنت خليت من الخليط، زدت معاها معلقه ونص صغيره نتاع الزبده، وهو الخليط كيرجع فوالا. والبنات عندي هاد الخليط نتاع اللوز باقي لي شويه، غادي نكبه في هاد شويه ونخلطها مع الشوكولا، ومن بعد نولي لكم. ها هو الكاطو ديالنا كما راكم تشوفوا، سقيتها في هذاك لاكريم اللي درتها اللي خلطتها مع اللوز. فوالا الكيكه ديالنا كي جات، ها هو كما راكم تشوفوا. نتمنى هاد الكيكه تكون عجباتكم، وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوليش اللايك والبارطاج الله يحفظكم. وشكرا لكم جميعا جميعا، كل واحد باسمه، وكاع اللي غادي يدخل عندي جديد ان شاء الله. يلا خليتكم على خير، ونتمنى نتلقاكم فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم، بسلامه.